نلخص بقى الجزء بتاع التيشو كونتراست ده. اول حاجه لازم نبقى عارفين الكونتراست ده بيتحدد بحاجتين، قيمه التي ار وقيمه التي اي. هم دول الحاجتين اللي احنا بنتحكم فيهم الكونتراست بتاعنا بيبقى عامل ازاي. ان اوف اتش اللي هي البروتون دنسيتي بتاعتنا دي فانكشن في التيشو، دي حاجه بتغير الكونتراست بس دي فانكشن في التيشو نفسه. التيشو نفسه حسب ما هو الحاجه اللي انا بصورها ان اوف اتش بتاعتها بتتغير، انما الحاجه اللي الدكتور او التكنيشن اللي قاعد على المكنه الام ار اي بيغيرها عشان يقدر يغير الكونتراست هي تي ار وتي اي. فلو انا عايز اعمل تي 1 ويتد ايمجينج يبقى معنى كده عايز الترم اللي فيه تي 1 يفضل، يبقى معنى كده عايز اخلي التي ار بتاعتي شورت شورت عشان تبقى موجود الترم بتاع الايه اللي هو 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي ار على تي اي ده يفضل موجود. لو التي ار كبير قوي الجزء ده تقريبا هيبقى بيساوي صفر، يبقى معنى كده الجزء ده هيبقى بيساوي واحد، يبقى مفيش تي 1 موجوده. فلازم اخلي التي ار بتاعتي شورت. لو خليت التي اي بتاعتي قصيره قصيره جدا هيبقى عندي الترم الثاني بقى اللي هو فانكشن في تي 2 مش موجود، فمعنى كده هيبقى بس فانكشن في تي 1 بتساوي كام. يبقى معنى كده تي 1 ويتد لازم اخد تي ار بتاعتي شورت والتي اي بتاعتي شورت. طيب التي 2 ويتد، تي 2 ويتد معناه ان انا عايز ان انا اشيل الكونتراست بتاع تي ار، اشيل الكونتراست بتاع تي ار يبقى لازم اخلي الجزء اللي فيه تي 1 ده يتشال خالص، يبقى بيساوي يعني يبقى اكنه مش موجود، مفيش فيه تي 1 فاليو خالص. فلازم اخلي تي ار بتاعتي لونج عشان اوصل للام نود. وانس ان وصلت للام نود خلاص ما بتفرقش معايا بقى قيمه التي 1 بكام، فهخلي التي ار بتاعتي لونج واخلي تي بتاعتي لونج علشان يفضل الترم اللي موجود فيه ال تي 2 ده يبقى افضل موجود. لو خليت التي اي بتساوي صفر او صغيره قوي هلاقي الترم ده اولموست بيساوي واحد، فمش هيفرق معايا قيمه التي 2 بتساوي كام. لو انا عايز اعمل بروتون دنسيتي ويتنج لازم اخلي تي ار لونج علشان اشيل الايفكت بتاع تي 1 من هنا، يبقى ده مش موجود، وفي الوقت نفسه تي اي شورت عشان اخلي برده الترم ده يتشال، يبقى فاضل لي بس ان اوف اتش، يبقى عندي بس البروتون دنسيتي بس هي اللي موجوده عندي في الايكويشن. فممكن نلخصها بقى من الناحيه الثانيه، لو انا بتكلم على شورت تي اي او لونج تي اي او شورت تي ار لونج تي ار، عامه لما بتكلم على شورت تي ار يبقى لازم تي 1 ويتنج موجود. هبص هنا الاقي تي 1 ويتنج وهنا ميكست، ميكس يعني تي 1 ويتنج بلس حاجه ثانيه. لما بتكلم هنا على شورت تي اي او لونج تي اي، اللونج تي اي دايما بيبقى في عندي تي 2 ويتنج، فلاقي هنا ميكس يعني في تي 2 موجوده وتي 2 ويتنج هنا موجوده. اوكي، فانا ببص هنا على اللونج تي اي ببقى عارف على طول ان في تي 2 كونتراست، وببص هنا على الشورت تي ار ببقى عارف ان في تي 1 كونتراست. لما بيكونوا الاثنين موجودين مع بعض زي الحاله دي كده بسميه ميكست كونتراست، يعني ميكستشر بتوين التي 1 والتي 2 ويتنج. لو هما الاثنين مش موجودين زي هنا بسمي الكونتراست ده بي بروتون دنسيتي ويتد، يعني معنى كده لا الترم ده موجود ولا الترم ده موجود، فمعنى كده بتبقى فانكشن بس في ان اوف اتش. الحقيقه التيبل ده مهم قوي ان هو يبقى في دماغنا، لان احنا على طول بمجرد ان احنا نقدر نشوف البارامترز بتاع السيكونس بتاعنا اللي هو بتاع الاكوزيشن نقدر نحدد على طول منه نوع الكونتراست الموجود من غير ما نسال هو ده نوع ايه. وفي نفس الوقت لو انا عايز برضو اسيت اب السيكونس بتاعي عشان يجيب لي مثلا بروتون دنسيتي ويتد كونتراست او تي 1 كونتراست او تي 2 كونتراست، بقدر برضو ابقى عارف الايه الفاليوز بتاعتي تبقى عامله ازاي.